برنامج طريقة خدمنا بشكل كبير خلال جائحة كورونا وزيادة عدد طلبات بنسبة 200%. صار عندنا طلب كبير على السائقين لتوصيل هذه الطلبات. أنا شغال في قطاع خاص، وتعرف بعد الجائحة هذه نقصوا تقريبا نص الراتب، تقريبا 40%، فحاول أعوض النقص في الشغل هذا. برنامج طريقك اللي هو يعتمد على الشاب السعودي كمندوب لتوصيل الشحنات كان موجود قبل الجائحة وتم تفعيله بشكل أكبر خلال الجائحة، وهو غطى أكثر من 60% من التوصيل لشحنات العملاء في المملكة. مثل ما أنتم عارفين مع جائحة كورونا الكثير من الشركات اللي تعثروا في رواتب الموظفين وقللوا الرواتب، فهذا الشيء يعني اللي خلاني يعني أحتاج إني ألتحق بشركة ناقل وأزيد من دخلي وأطور من نفسي.